تتخذ الحروب اليوم أشكال غير واضحة ومخيفة إلى حد كبير. هنا حنا مو قاعدين نتكلم عن هجمات بالسلاح، إنما هجمات على الفكر وعلى النسيج المجتمعي. لعلها في الآونة الأخيرة تتطور بنمط الهجمات حتى يأخذ شكل أكثر خبث ودهاء وكذب. في هذه الفقرة رح نناقش تاريخ الهجمات الإعلامية الممنهجة اللي طالت المجتمع السعودي بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص. أكيد حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم معنا في الاستديو الأستاذ محمد الوهابي، مستشار قانوني ومحكم قضائي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. يعني على مر السنوات اللي فاتت شفنا أن المجتمع السعودي بالخصوص بيتعرض لهجمات إعلامية، كلمنا أكثر عن هذا الموضوع. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فعلا أستاذ رؤى، يمكن المملكة العربية السعودية من 5 سنوات وهي تتعرض لحملات، ما ودي أقول أنها شرسة لأنها خائبة يعني، ولكن هي حملات إعلامية يتم فيها محاولة اقتحام أو اختراق المجتمع السعودي، لأنه الحمد لله المجتمع السعودي يضرب به المثل في كافة دول العالم بأنه مجتمع متلاحم ومترابط. فسعت كثير من الجهات سواء عن طريق الإعلام أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي باختراق صف وحدة هذا المجتمع بعدة هجمات. يعني تمت هجمات إعلامية باسم الدين، لأنه يعلمون أنه إحنا شعب يعني ولله الحمد يعني نحب ديننا ونؤمن بديننا، فبالتالي ممكن أنه يتم استعطافنا بخلال الدين، سواء بالمظهر أطلع بمظهر ديني فخلاص أصبح أنا مصدق عند هذا المجتمع. ومن ثم انتقلنا إلى مهاجمة المرأة بشكل كبير جدا، ومن ثم بدأنا في الثوابت الاجتماعية، ثم رجعنا مرة ثانية إلى المرأة، والآن أيضا يعني يمكن الحالة اللي راح نتكلم عنها اليوم هي محاولة لتشويه صورة المرأة السعودية. بالفعل، وهذا اللي نبغى نركز عليه. يعني لو نجي لأوروبا وأمريكا عندهم ملفات انتهاكات في الإنسان وحقوق الإنسان كثير، ملف الأميش، ملف الغجر وغيرها من الملفات، ولكن في السنوات الأخيرة تحديدا شفنا استغلال لبعض الحالات الفردية الخارجة والشاذة عن مجتمعنا لفتيات، وصرنا نحارب إعلاميا باسم هؤلاء الفتيات. لماذا برأيك؟ ممتاز. طبعا هؤلاء الفتيات أنا ممكن أسميهم، يعني أول شيء نسأل الله أن يشفيهم أولا، ثانيا يعني أنا أعتبرهم عبرة وليسوا قدوة وليسوا مثالا يمثل المرأة السعودية. إذا جدنا نبغى نتحدث عن المثال اللي يمثل المرأة السعودية فالأمثلة كثيرة جدا. يعني عندنا سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عندنا ضيفتكم اليوم المهندسة مشاعر الشميمري، أنتم كإعلاميات سعوديات أيضا نفخر بكم. فالأمثلة في للمرأة السعودية كثيرة جدا، والأمثلة الناجحة خاصة. فهناك بعض الأمثلة يتم أخذها أو يتم استغلالها لظروف معينة، لحالات نفسية معينة أو لانحرافات سلوكية معينة. يعني خلينا نرجع مثلا لبعض الجهات الإعلامية وبعض الدول التي تبنت قضايا الهاربات قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات أو قرابة هذا الوقت، جعلوا منهم أبطال وتم استقبالهم على يعني مستويات سياسية وقادات سياسية عالية جدا من تمثيل دبلوماسي. أين هم الآن؟ صحيح. أنا آسف على الكلمة، في مزبلة التاريخ. وماذا اتضح لنا أو ماذا انكشف للعالم ككل وللمجتمع السعودي خاصة؟ أنهم كانوا يعانون من انحراف سلوكي وأخلاقي، وكانوا يغطون هذا الانحراف السلوكي أو الأخلاقي بأنه والله المجتمع يضطهد المرأة، المجتمع يكره المرأة، المجتمع كذا. لا، أنت منحرفة، المجتمع رافضك، فهجومك على المجتمع هو لرفض سوء السلوكيات اللي عندك أو الانحراف الغير أخلاقي اللي موجود لديك. فكانت هذه يعني الأشياء أو هذه الحالات كافية جدا للمجتمع السعودي في زيادة الوعي، وهذا اللي احنا بدأنا نتلمسه الآن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني في السابق كان ممكن البعض بنسبة يعني 50% مثلا يتعاطف، الآن لا. صحيح. ما صار في تعاطف لأنه صار يعني هناك وعي كبير جدا بأن الهدف من هذه
يعني المعلومات المغلوطة التي يتم محاولة نشرها هو إيش؟ هو استهداف المجتمع وخاصة استهداف المرأة. إيش معنى المرأة؟ يعني ليش يعني أتكلمنا عن الدين، أتكلمنا عن الاستقرار الأمني وغيره، ليش الحين صارت المرأة هي المدخل لهذا النوع من الهجمات أو هذه الأفكار؟ ممتاز، لأنه إحنا يعني مجتمع إسلامي ومجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي يعني عنده حمية كبيرة جدا على المرأة، فالشيء اللي يمس المرأة في المجتمع أستاذ محمد وضعها سوي وأخذ حقوقها، ليش ممكن تتأثر بهذا النوع من الأفكار؟ احنا مثل ما قلنا قبل شوي ان هي ما في المرأة السعودية لا تتأثر، اللي يتأثر هم أقلية ولديهم إشكاليات. هذا لو افترضنا ان صح وكانت هذه المرأة سعودية، احنا قد قلناها هنا من خلال برنامجكم يا جماعة الخير، المملكة العربية السعودية ترحب بجميع الجنسيات وبجميع الأشخاص رجالا ونساء وإلى آخره، ولكن من يحاول أن يخترق المجتمع وأجي وأدخل في المجتمع وأقول لا تراني أنا سعودي وأنا من جنسية أخرى، هنا يجب علينا أن احنا نرفضه. وأعتقد المثال في مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من ما أبغى أقول مؤثرين لأنه ما لهم تأثير، ولكن مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ينسبون نفسهم إلى المملكة العربية السعودية وأنهم مواطنين سعوديين، وتجد المحتوى لا يمت لنا لا أخلاقا ولا دينا ولا ثقافة ولا يعني من ناحية المبادئ. فيجب علينا أن احنا أولا نتصدى لهذا الأمر ونوقف هذا الأمر. قول يا أخي أنا جنسية الفلانية وأنا أحطك بعيون الثنتين أبرك الساعات. إحنا عندنا يعني مقيمين ومقيمات يعيشون في المملكة العربية السعودية من عشرات السنوات وهو مثل أهلنا، صح، ما عندنا هالتفرقة العنصرية، ولكن أنك تحاول تخترق المجتمع لا، هنا يجب أني أنا أستوقف هذا الأمر. وتعال أنت تبغى تخترق المجتمع ليش؟ أما أنك ترغب في تشويه المجتمع أو استغلال هذا الشيء. فبالتالي من هذا المنطلق احنا يجب علينا انه احنا نتصدى لهذا الامر او هذا الفعل. طب خلينا نتكلم عن الحملات الاعلاميه الممنهجه اللي بتقوم بها بعض وسائل الاعلام في الخارج. يعني يبدو انه هو ليس دخول خفي، هو دخول واضح ومقنع. ما الغرض منه؟ الغرض من مثل هالافعال مثل ما ذكرنا تشويه صوره المراه السعوديه للعالم الخارجي، أن المرأة السعودية ترى هي مرأة يعني غير سوية، سلوكياتها غير سوية، ليس لديها القدر الكافي مثلا من الوعي أو من الثقافة أو من العلم وإلى آخره. وقد كانت تنجح هذه الحملات لو كان لم يكن لدينا سياسة إعلامية تهاجم أو تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي، وهذا يمكن اللي احنا لاحظناه في آخر 5 أو 6 سنوات، أن أصبح هناك ردود فورية وكثير من التعليقات نشوفها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، معقولة السعودية فيها كذا؟ احنا عندنا كذا من زمان، لكن الكلمة هذه صارت تقول معقولة ليش؟ لأنه ما كان في إعلام يعكس بالشكل الكامل أو الشكل المطلوب. لأنه مع الأسف وهذه وجهة نظر شخصية، أعتقد أنه أيضا كان إعلامنا مخترق في فترة زمنية معينة، فكان هناك مصالح ألا تنعكس الصورة الصحيحة والحقيقية للمجتمع السعودي وللمملكة العربية السعودية. الآن المملكة العربية السعودية طبيعي جدا أنها تهاجم، لأنه الحمد لله يعني إحنا في مقدمة الدول 20 اقتصاديا في النمو الاقتصادي، إحنا الحمد لله شبابنا وبناتنا يحصلون على مراكز متقدمة جدا سواء في المسابقات العلمية، في تمثيل الدول، في تمثيل المنظمات، كل هذه الأشياء، كل هذا النجاح. وما تبغي هجوم يكون من الخارج؟ طبيعي أن يكون هذا الهجوم، ولكن يجب علي أنا كمواطن سعودي أو كمواطنة سعودية ألا أكون سلاح يستخدم ضد وطني. ترى الوطن لا يعوض. صحيح، طيب أتفق معك إلى حد كبير. واحدة من الهجمات اللي شفناها مؤخرا واللي طبعا عملت ضجة أمس، أنا ما راح أذكرها بالتفصيل، إنما كان في تقرير ممنتج يعكس صورة المرأة السعودية والفتيات بشكل غير أخلاقي تحت مسمى لياقة بدنية.
طيب أنا ما أبغى أسألك عن هذا الموضوع، لكن أعرف أنه لك رأي، خصوصا أنه بنشوف على موقع التواصل الاجتماعي أنه كثير من المحامين أو المؤثرين يعني بيقدموا خدماتهم، إذا يعني ودك ترفع قضية حنا موجودين، إذا ودك مش عارف إيه تعملي كذا، يعني دائما بتدوا الطريقة الصحيحة لأخذ الاعتبار، خصوصا للناس اللي بتسيء للفتيات بشكل غير مباشر وبشكل مقصود بس مبطن. ممتاز. طبعا يعني أولا التقارير التي تصدر من قنوات، والقنوات هذه يتم بثها داخل المملكة العربية السعودية أو استقبالها داخل المملكة العربية السعودية، هنا الدور الكامل يكون لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، يجب أن تبادر وأن تتحرك فورا. قناة أجنبية وأنت ممتاز، لكن تبث داخل المملكة العربية السعودية. احنا شفنا هيئة الإعلام المرئي والمسموع مشكورين، قاموا قبل تقريبا شهر قاموا بتوجيه يعني أو بإصدار بيان ضد اليوتيوب وضد نتفليكس لوجود أمور مخالفة للثوابت الدينية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتم التجاوب معها. فبالتالي احنا ننتظر أيضا أن يكون في بيان، وأنا يعني مترقب هذا البيان للأمانة أنه يصدر اتجاه هذه القناة. الأمر اللي تم إنتاجه أو اللي يتم السعي لترويجه، الأمر هذا أولا ليست ممارسة رياضية نهائيا بأي شكل من الأشكال، ليس تحت مسمى رياضي بأي شكل من الأشكال. الفعل اللي تم إنتاجه في أو اللي تم الترويج له، سواء كانت هذه الفتاة سعودية أو غير سعودية أو المستضيفة سعودية أو غير سعودية، أيا كان، هذا فعل طبعا يمثل الشخص ولا يمثل المجتمع. ولكن هل هذا الفعل مرخص له في المملكة العربية السعودية؟ طبعا احنا الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية تحصل على ترخيصها من وزارة الرياضة، لا يوجد أي مسمى سواء يتطابق مع هذا الفعل أو مشابه له من ضمن التصاريح أو التراخيص التي تصدر من وزارة الرياضة. فلو افترضنا، وهذا مستبعد، أن هذا الفعل موجود أو هذه الرياضة موجودة في أحد الأندية، فهي بكل تأكيد مخالفة، وبكل تأكيد ستتحرك الجهات المختصة لمنع مثل هذه الأفعال. لأنه يعني شوفي، دائما الشخص اللي يرتكب فعل أو اللي يرتكب مخالفة أو اللي يرتكب جريمة، خلينا نقول، دائما يحاول يلطفها، يقول لك لا ترى هذه رياضة. يعني مثل اللي يجي يستخدم مواد مخدرة فيقول لك يا أخي ترى هذه مصدرها طبيعي، هذه أعشاب، طب هي مخدرات. فبالتالي تجد مثلا فعل مثل هذا المعروف عنه أنه لا يكون إلا في الملاهي الليلية وفي أندية العراة، فطبيعي جدا يجي يقول لك لا ترى هذا يؤثر على الصحة النفسية. هو ما في شيء يؤثر على الصحة النفسية إلا هالشيء، الله الغني. صح. فبالتالي هذا الفعل مرفوض دينيا، مرفوض اجتماعيا في المملكة العربية السعودية، والأهم من ذلك أنه غير منصوص عليه في أي نظام أنه مصرح بالقيام به داخل المملكة العربية السعودية. طيب ضروري أسألك عن الآن، في بعض القنوات مصرح لها بالعمل في السعودية كمراسلين لهذه القنوات. أنا دوري كمواطن لما تيجي جهة تبغى تستضيفني عشان تسوي معايا لقاء، إيش الأشياء الأساسية اللي مفروض أسأل عنها وأعرفها حتى أعطي ويحق لي مثلا أني أعطي هذه الجهة تصريح أو لقاء مثلا، أو قبل ما أخذ ممكن يستغل زي ما شفنا بطريقة ويحور ويظهر بطريقة بشعة أو بطريقة لا تعكس الحقيقة. فإيش هي الأساسيات أني أنا عشان أحرص أنه ترى احتمال يستغل هذا اللقاء بشكل سلبي عن بلدي؟ أول شيء يجب علي أني أنا أوثق العلاقة اللي بيني وبين القناة. بمعنى أنتم مستضيفيني ليش؟ بالضبط. إيش الموضوع اللي مفترض أني أنا أتناقش فيه؟ اللي هي مثل ما يصير معكم يعني في البرنامج، ترسلون المحاور من قبل ونعرف إيش هو المحتوى اللي سيتم مناقشته. هذا أولا. بالضبط. ثانيا والأهم، الآن لا يخفى على أي شخص يعني أنه يقدر يعرف توجه أي قناة إعلامية حتى لو بضغطة زر. حتى لو افترضنا أنه ما لهم أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، سهل جدا أني أنا أتواصل مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع وأقول لهم يا جماعة الخير، هل هذه القناة معادية تستهدف المجتمع السعودي؟ هل هي مسيئة؟ هل إلى آخره. هذا واحد. اثنين، يعني اللهم زد وبارك، ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية تمتلك من القنوات يعني في كافة المجالات وفي كافة التنوعات. ليش أنا أترك القنوات اللي موجودة داخل وطني واللي تعود علي حتى أنا بفائدة؟ إذا كان الهدف تسويقي فداخل وطني، إذا كان الهدف تجاري أيضا داخل بلدي، ليش أنا ألجأ لقنوات في دول خارجية لا أعلم ما هي الأجندة التي تسري عليها ولا أعلم ما هي الأهداف التي ترغب بها؟ وكل هذه الأمور وأعرض
نفسي أني أكون أداة تستخدم من أعداء الوطن ضد الوطن. اليوم حنا نعيش في عالم منفتح أستاذ محمد، ونلاحظ هذا الشيء على تويتر، والتفاعل صار جدا كبير. زي ما كنت بقول لك قبل شوي، يعني الناس كالمحامين يديكم العافية أو الإعلاميين وغيرهم دائما بيوقفوا بالمرصاد لأي هجمات تكون دخيلة من الخارج وتسيء للسعودية وللمرأة السعودية تحديدا. ولكن إيش هي الطريقة الصحيحة اللي حنا يعني نقدر نوعي فيها أكبر شريحة من المجتمع اللي بيستعملوا السوشيال ميديا، خصوصا الصغار، حتى هم كمان يكون لهم دور فعال على مواقع التواصل الاجتماعي بما أنه هو المدخل الرئيسي لهذه الأفكار؟ ممتاز. يعني طبعا أعتقد ودي أبدأ بآخر شيء ختمتي فيه، اللي هم الصغار، الأطفال. يعني موضوع مثل هذا المفترض أساسا أن الأطفال ما يتدخلون فيه أو ما يتم المناقشة فيه. زي لما كنا صغار كان يقول لك لا هذا كلام كبار لا تتكلم فيه. صح، ما هو عيب. بس هم أستاذ محمد هم أكثر لحم غض يتأثر بهذه الأفكار. لأن يجي نشوف البنت عمرها 12 سنة و 13 سنة تتأثر بالموضوع الهروب، ولا والدينك قاسين أو أي شيء، وهناك حرية. فهذول أنا أعتبرهم أطفال. ممتاز. هنا تختلف، هنا الرقابة مش التوجيه. الرقابة إذا أنا عرفت أنه ابني أو بنتي يطلع على هذا المحتوى، إيه هذه رقابة. لكن أنا ما خليه لا يروح يطلع وبعدين تعال أناقشك. والنقاش هذا هو راح يأخذ أنه هذا من أب أو من أم، فأكيد هو يبغى يتسلط علي أو يبغى يتحكم فيني. مثل لما إحنا كنا صغار ويجي الأب أو الأم يقول لك أنت وين رايح، كنا نأخذها بشيء سيء. أنا ماني طفل، ليش تسألني أنا وين رايح أو وين جاي؟ مع العلم أنه هي شيء من باب الاطمئنان أو من باب الحرص. فهذه الجزئية مهمة جدا فيما يخص الأطفال. يجب أني أنا أحمي أطفالي من أنه يعيش مرحلته السنية. يدخل سوشيال ميديا عشان يشوف موضوع مثل هذا عمره 10 سنوات أو 11 سنة، إيش الهدف يعني أنك تنظر في موضوع مثل هذا؟ هذا واحد. اثنين، التفاعل اللي في السوشيال ميديا جيد ولكن أنا ضده. يعني المنصات الإعلامية ما قصرت، الجهات الرسمية ما قصرت، قاعدة ترد على هذه الهجمات. ولكن أنا كمواطن عندما أقوم بالرد وفلان يرد وفلان يرد وفلان يرد وفلان يرد، أنا روجت لهذا الفعل. يعني الحالة اللي تكلمت عنها قبل شوي طلعت ترند أمس وقبل أمس على منصة التواصل الاجتماعي على تويتر بسبب إيش؟ بسبب الردود. كلها هجومية صحيح، ولكن ليش أروج له؟ صحيح. بالضبط. فيعني أمس كل ما أحد كلمني شفت المقطع الفلاني، شفت المدري شلون. طب ليش أنا أروج لهذا الفعل وهو فعل شاذ لا يمثلنا؟ بالضبط. سواء كانت هذه المرأة أو هذه الفتاة سعودية أو غير سعودية إلى آخره، هي لو كان هذا الفعل أساسا فعل طبيعي لما خرجت وهي مغطية وجهها لابسة كمام. ليش تغطين وجهك إذا أنت شايفة أنه هذا الفعل حق مكتسب لك وأنه من حرياتك وأنه إلى آخره وكذا؟ إلا إذا كنت خجلانة. فيعني يجب علينا أنه إحنا يكون عندنا ذكاء في تعامل مع مثل هذه الحالات. أنا قد أكون عن غير قصد روجت لهذا الفعل. مزبوط. فأنا دعمت هذا الفعل. لا، تجاهل هذا الأمر خلاه يموت. تجاهلته في التواصل الاجتماعي، هو طلع في الإعلام صح؟ الحمد لله منصاتنا الإعلامية ما شاء الله تبارك الله ردت، سواء كانت صحف، سواء كانت برامج، سواء كانت حتى منصات إعلامية إلكترونية. بالإضافة إلى أنه الحمد لله يعني أجهزة الدولة الآن أصبحت متفاعلة بشكل كبير جدا، جهاز أمن الدولة، النيابة العامة، الأمن العام، نشاهد شبه يوميا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتثقيف. ترى يا جماعة الخير انتبهوا من هذا الفعل لأنه إرهابي، انتبهوا من هذا الأمر أو من المناقشة في مثل هذه الأمور لأنها قد تتسبب مثلا في انتحال اسم أو احتيال مالي أو إلى آخره. فالتوعية موجودة، ولكن ينقصنا أنه إحنا كيف نستخدم الأدوات هذه. يعني إحنا يمكن قلناها قبل كذا من خلال برنامجكم، ترى 140 حرف هذه حقت تويتر كفيلة أنها تدخلك السجن 5 سنوات. بالضبط. فليش؟ صح. أنا داخل مواقع التواصل الاجتماعي اللي أستخدمها كتواصل اجتماعي، أشوف والله وش أخبار فلان، أشوف وش أخبار الرياضية، الأخبار الأنظمة مثلا كقوانين، إيش صدر اليوم إيش ما صدر. لكن مو بداخل أدور مشاكل وأبدأ أحارش هذا وأتهجم على هذا وأتلفظ على هذا وأسب هذا وكذا وكذا، وأنا والله منسدح بالبيت وأكتب 140 حرف، ولما يجي يصدر عليه عقوبة بالسجن أو إلى آخره يجي يقول لك أنا ما كنت أقصد. بالضبط. أستاذ محمد، برأيك هل نجحت وسائل الإعلام السعودية في عكس الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي وتحديدا المرأة للخارج، ولا إحنا مقصرين؟ لا، الإعلام بالعكس أصبح يعني مؤثر بشكل كبير جدا وتفاعله سريع جدا.
والشيء اللي يحسب للإعلام ليس عنصرية، ولكن أنه سأصبح إعلامنا بأيدي أبنائنا وبناتنا، لن يعني يدافع عن الوطن مثل أبناء وبنات الوطن، مو السعودية بس، في أي دولة في العالم طبيعي. فبالتالي أعتقد أنه هذه من أهم الأسباب أو من أهم المقومات اللي جعلت فعلا الإعلام السعودي بإعلاميينا وإعلامياتنا وكوادر وفريق العمل اللي يكون حتى خلف الكاميرات ناجح ومؤثر بشكل كبير جدا ويتصدى مباشرة. يعني أول كنا نسمع الخبر نقول لك يا أخي وين الإعلام حقنا، نسمع الرد بعد أسبوع، الآن لا، بالذات في برنامج سيدتي ما شاء الله بعد ساعة، هذا تسويق للبرنامج. لا هذه حقيقة. فعلا فعلا فعلا، يعني هذا الأمر اللي يجب أن احنا نشكركم عليه، أنه تفاعلكم مع الأخبار اللي تمس المجتمع بشكل عام أصبح بشكل واسع جدا وبنوع من الشفافية حتى للمتلقي أو للمشاهد والمشاهد. وإحنا كمان بالمقابل أستاذ محمد نشكر دائما وقتك ووجودك معنا حقيقي، يعني في كل مرة بتكون موجود فيها بتثري أي خبر وأي موضوع بنطرحه. شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل سريع من بعد كده باقي الفقرات.